السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على الذكاء الاصطناعي، هل ممكن يأثر على أهداف التنمية ولا لأ؟ طب إيه أهداف التنمية اللي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هم 17 هدف. الهدف الأولاني إنهاء الفقر الكبير اللي موجود في العالم وبالذات في الدول النامية. فممكن تطبيق الذكاء الاصطناعي ده يزود إنتاجية الأراضي الزراعية، يساعدنا في القضاء على الآفات زي ما شفنا في بعض التطبيقات زي بلانت أي إكس، ده بتصور اي مشكله في النباتات ويبدا يعمل سيرش ويبدا يجيب لك المشكله وازاي ان احنا نحلها. ممكن من خلال الشبكات الذكيه ان احنا نقدر نوفر الكهرباء، نوفر الميه، ده هيساهم في ان احنا نزود حصه الفرد في الانتاج. طيب الهدف الثاني مثلا انهاء الجوع، فدي نفس الفكره برضو ان احنا ممكن نقدر نزود الانتاجيه بتاعه النباتات، وده فعلا حصل في دول زي أمريكا والصين، بدأوا إن هما يزودوا الإنتاجية بتاعتهم وممكن نستغلها في الدول النامية. بس طبعا لأن الموضوع مكلف فهنحتاج كذا تقنية من تقنيات الأوبن سورس زي أوبن ستريت ماب، بحيث إن احنا نحدد الأماكن اللي فيها مثلا آفات ظهرت جديدة، في أمراض ظهرت جديدة وهكذا، ونبدأ إن احنا نحلها. ممكن نحط مجسات صغيرة برضو تكون سعرها رخيص، تقيس لنا الرطوبة وتقيس لنا كفاءة النباتات و تأثير السماد على الزرع بتاعنا. طيب ندخل بقى على الهدف الثالث اللي هو ضمان حياة صحية للناس. والذكاء الصناعي ليه استخدامات كتيرة جدا جدا، زي ان هو مثلا زي مثلا الساعة مثلا بتقيس النبض والضغط والنوم بتاعك وتنبه الدكتور او الاسعاف لو في اي مشاكل. ندخل على الهدف الرابع، ان يبقى فيه تعليم للجميع بدون تفرقة وتعليم المستمر، وده الذكاء الصناعي يقدر برضه يساعدنا في زيادة كفاءة التعليم. الهدف الخامس، تحقيق المساواة بين الجنسين. ممكن الذكاء الاصطناعي يستخدم ك HR، هو اللي بيعين وما يبقاش فيه تفرقة، وكان هو في التجارب بتاعته كان بيفرق وكان بيعين الرجال أكتر من الستات، دي حقيقة. طيب الهدف السادس، ضمان وصول مياه صحية وصالحة للشرب للجميع. فممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي في ان احنا نقلل الهدر بتاع الميه ونوزعها بشكل كويس ونقلل الفاقد، ويقدر ان هو يتنبأ بالفيضانات والامطار بحيث ان الدول كلها تستفاد منها. الهدف السابع اللي هو الحصول على مصادر للطاقه بسعر منافس وسعر مناسب للجميع. احنا ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي في ان احنا نعمل شبكات توزيع الكهرباء بالكفاءه وتقلل الهدر، وان احنا نقدر نعمل دراسه هل لو احنا استخدمنا الطاقه الشمسيه في المكان دوت هيكون مناسب ولا هيكون مكلف على الفاضي. نخش بقى على الهدف الثامن اللي هو ضمان نمو اقتصادي وزيادة حجم سوق العمل لضمان وظيفة محترمة للجميع. فالذكاء الصناعي هيقدر يوفر لنا وظائف جديدة، ورغم ان اختفاء بعض الوظائف لكن هو هيقدر يوفر لنا وظائف كتيرة جدا نقدر ان احنا نشتغل فيها. الهدف التاسع، بناء بنية تحتية، والذكاء الصناعي بيقدر يعمل لنا الموضوع دوت بحيث ان احنا بنقدر نعمل محاكاة لشبكات المية والصرف والكهرباء وكل حاجة، ونقدر ان احنا نتأكد من انها مش هيحصل فيها مشاكل ونقدر ان احنا نعمل لها صيانة بسهولة. الهدف العاشر اللي هو تقليل الفروق في الثروة والدخل بين الدول. فالذكاء الصناعي نقدر نستخدمه في زيادة الانتاجية وتقليل الهدر، وان شاء الله ده يؤدي لتقليل الفوارق بين الدول بالذات لو الدول النامية قدرت انها تستخدم الذكاء الاصطناعي. عشان كده احنا بنتكلم في الموضوع بحيث ان الناس تهتم وتبدا تدرس في موضوع الذكاء الاصطناعي. الهدف الحادي عشر، ان المدن والقرى وجميع الاماكن تبقى صالحه للعيش وللحياه، وده ممكن نحقق من الذكاء الاصطناعي ان احنا بنعمل شبكات توفر الكهرباء وتوفر الحاجات دي، وكان ده مشروع خدت عليه الحمد لله تقدير، طبعا واحد شهاده تقدير يعني في الصعيد، عملنا محاكاه ازاي نقدر نعمل مدينه ذكيه في بلدنا في الصعيد. الهدف الثاني عشر، ضمان توزيع الانتاج، توازن الانتاج والاستهلاك. فهيبقى في الذكاء الصناعي بيراقب مصادر المياه والطاقه والمنتجات الزراعيه ويتنبأ بان في استهلاك زياده، ولو في اي حد عنده استهلاك زياده ممكن يبعت له رساله زي ما حصل معايا على الموبايل، انت الاستهلاك بتاعك زاد الشهر ده، فحلول ازاي ان انت تتاكد ان ما يزيدش تاني، تظبط التكييف على ايه، تفصل الكهرباء على ايه وهكذا. السادس عشر، التحرك السريع لمحاربه التغيير المناخي.
في برمجيات محاكاة شديدة النظام للنظام المناخي يقدر يساعدنا ان احنا نقلل انتاج ثاني اكسيد الكربون والاحتباس الحراري، ويقدر يقيس ويدينا حلول. الهدف الرابع عشر المحافظة على المسطحات المائية، فاحنا هنا نراقب تلوث المياه ونستدعم المحاكاة عشان نقدر ناخد قرار، لان ممكن تاخد قرار يؤدي للدمار والفساد اكتر، فبيعمل محاكاة بحيث تتأكد ان الحل ده هيكون ناجح ومش هيقتل الكائنات البحرية. الهدف الخامس عشر محافظة على الغابات ومقاومة التصحر وعدم الإخلال بالتنوع البيولوجي، فالذكاء الصناعي بنقدر ان احنا من خلال الصور الجوية ان احنا نراقب الحياة، ومن الذكاء الصناعي بيبدأ ان لو في صورة الجودة بتاعتها قليلة يحسنها او ان هو يلغيها زي اوبن ستريت مان. الهدف السادس عشر ان في مجتمعات متعايشة في سلام، فهو الذكاء الصناعي هنستخدمه في ان هو نأمن ونراقب الحدود بين الدول ونبقى حكم، زي ما في حاجة في الكورة مش فاكر اسمها ايه كده، فنقدر ان احنا نشوف المشاكل اللي موجودة. الهدف السابع عشر هو هدف عام خالص، تنشيط الشراكة العالمية، فلو حققنا الأهداف السابقة إن شاء الله الهدف ده يتحقق تلقائي. شكرا.